السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أمثلة الذكاء الصناعي إن أنت ترسم أي حاجة وهو يبدأ يحاول يفهمها. يعني مثلا هنا هترسم كات، تمام، ويكون مثلا بالشكل دوت، وتبدأ بقى ترسم مثلا العينين وهكذا. وتبدأ ترسم الرجول بتاعتها. هو بقى الذكاء الصناعي بيحاول يحول ديت لشكل قطة، يحول الرسم ده للشكل اللي انت عايزه. ممكن برضو ترسم مثلا بيوت، تمام، هتقول له مثلا كلير، وتبدأ بقى ترسم بقى الباك جراوند مثلا بالشكل دوت، الحاجة دي بالشكل دوت، او رسم قطة هنا. انا هتقول له مثلا كلير، وهتبدأ تقول له مثلا عايز ارسم باب بالشكل دوت، ده الباب، عايز ارسم ويندو اهوت، القاعدة بتاعت الويندو اهوت، الهيد بتاعها، البلكون بالشكل دوت، الكولوم لو انت عندك كولوم مثلا اهو. تبدأ ترسم الحاجات اللي انت عايزها، هو يحاول يخليها على شكل مبنى مقبول شوية. بالشكل دوت. هنا برضه ممكن ترسم مثلا حذاء، وترسم مثلا اللي في يونكا بالشكل دوت. هو بيحاول بقى كذكاء صناعي يفهم الصورة ويحاول يرسم أقرب حاجة منها. ممكن ترسم مثلا شنطة، طبعا كل ده هيبقى موجود بعد كده، تمام، حذاء اهوت. ممكن من بعد كده كل ده يتدخل جوه برامج معينة، فتبدأ ترسم حاجة صغيرة هو يبدأ يحولها لك لصورة حقيقية. يعني تعمل تخيل مثلا العربية، فهو يبدأ يرسم لك العربية بتخيل البسيط اللي انت عامله.